السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتي. أنا عند أختي النهاردة، فقلت أشارك معاكم تجهيز السحور وكمان أوريكم زينة رمضان اللي هي عاملاها في بيتها. بصراحة ما شاء الله، اللهم بارك، ذوقها جميل جدا. حاطة شبكة النور دي على ترابيزة السفرة. هي فكرة جديدة، لأن غالبا الشبكة بتكون بتتعلق على الستارة، بنعلقها على الحيطة، فهي حطاها على السفرة، بصراحة شكلها مبهج جدا. حتى كمان مفرش الخيمية، طبعا انا هشيل كل الحاجات دي وبهدلها الدنيا يعني عشان احضر السحور. بس هي دبستني في تحضير السحور، قالت لي مش هينفع سوبر مامي تبقى موجودة وحضر انا السحور، فانا اللي جهزت السحور. عندها فانوس جميل قوي بصراحة، شيك، مش من الفوانيس اللي بتحسي ان هي فيها شغل كتير، لا هو رقيق قوي بصراحة. حطها برضه في الصالة. ابتديت كده بقى اجهز السحور. هي بقى جابت الجبنة دي مخصوص علشاني، دي جبنة شيدر، شيدر ينسون على فلفل على زيتون وعلى جزر، كل انواع الجبنة الشيدر يعني. جهزت كمان، حطيت الجبنة البيضة، دي جبنة بيضة فلفل، كمان قطعت القشطة، والزيتون، وحطيت كمان عسل النحل، وطبعا الحاجة الأساسية طبعا الفول، وحطيت عليه رشة من زيت الزيتون كده، ومرتة، وجبنة رومي، وحلاوة، وزبادي، واللي عايز شاي عملت له شاي، واللي عايز عصير عملت له عصير، وقطعت كمان البطيخ. بس عايزة اقول لكم على فكرة حلوة حلوة قوي في البطيخ، لما تقطعي من البطيخ وعايزة تشيلي الباقي في التلاجة اللي فيه بستريتش بيحفظه جدا، مش بيخلي البطيخة تنشف ابدا. وده الشاي، عملت كمان عصير فراولة، والسحور النهاردة بصراحة مختلف غير أي يوم تاني. لما تكوني بتسحري مع ناس بتحبيهم بتكوني مبسوطة أكتر. عموما يعني رمضان أحلى مع الناس اللي بنحبهم يعني. عايزه اقولك بقى ان البطيخ لو فضلتي شايلاه فتره طويله في التلاجة، يعني يمكن مثلا 3 4 5 ايام او اسبوع، بالطريقه دي وانتي لفاه بالاسترتش ما بيجرالوش اي حاجه، ولا كمان بينزل ميه في التلاجة، كمان ما بينشفش، وبيفضل يعني كانك لسه جايباها دلوقتي اول ما بتفتحيها. تحطيها بقى في درج التلاجة كده، خصوصا ان احنا في رمضان يعني، فمش هتستهلكيها او تقطعيها بالنهار، لا بيبقى في وقت معين بس يعني. فدي افضل حل انا لقيته للبطيخ يعني. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يرد كل غايب لأهله ويجمعكم مع الناس اللي بتحبوهم دايما. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.